هذا الرجل على الله، بمعنى لو أقسم على الشيء أن يقع لوقع، يوقع هذا الشيء إذا أقسم عليه أن يقع فإنه يقع لكي لا يحنثه الله عز وجل. انظروا إلى منزلة هذا الرجل الأشعث الأغبر عند الله وإلى منزلته عند الناس. وفي هذا دليل على أنه أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن لا نبالغ في إصلاح ظواهرنا مع إهمالنا لبواطننا. السلف الصالح كان أحدهم إذا أراد أن يدعو يلبس ثيابا مبتدلة ويأتي بآداب الدعاء وشروطه مع يقينه أن الله يسمعه ويستجيب له. تجد أحدنا أيها الإخوة يستحي أن يرى في ثوبه مخاط، أو أن يرى في وجهه عمش، أو يستحي أن يخرج وشعره ملبد، ويرى هذا من أقبح القبائح، ويستنكف أن يراه الناس بهذه الحال، ويراه عيبا وقبحا وشناعة، لكن لا يستحي أن يكون قلبه والعياذ بالله أسود من معصية الله. كثير من الذنوب والمعاصي الإخوة لا نأبه له، يعتني أحدنا بترجيل شعره وبتسريح لحيته وباستعمال الطيب والعطور وبممارسة السنن والمستحبات الفاضلة من سواك وأخذ باليمين وعطاء باليمين، لكن تجد عنده تقصير في الأركان، تجد عنده إهمال لأصول من أصول الدين في الأخلاق والمعاملات والآداب والمحافظة على الصلوات وصلة الأرحام وأداء حقوق الناس والصدق والأمانات. يعني غلبنا الجانب الظاهري وأهملنا الجانب الباطني، فأصابنا ما أصابنا من الذل والهوان. إذن رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فينبغي للإنسان أن يعتني بباطنه كما يعتني بظاهره، على الأقل أن يوازن بينهما. ونحن في زمن نحتاج فيه فعلا إلى حسن الهيئة، لأن الناس لا يفهمون معنى الزهد. هذا الزمان الناس عوام لا يفهمون معنى الزهد، فإذا رأوك في هيئة متواضعة حسبوك يعني أحمق أو أخرق أو مغفل أو ممن يعيشون في القرون الوسطى. لا بأس يعني أن نعمل بأحاديث تحسين الهيئة في هذا الزمان، لكن مع إصلاح بواطننا أيضا والعناية بقلوبنا ومحاولة الرقي بإيماننا وأخلاقنا، فإن نعيش في هذا الوقت والعياذ بالله تراجعا خطيرا في هذا الباب في وسط كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة وإلى الالتزام.